نظمت قوى الحرية والتغيير ندوة سياسية بمحلية العباسية بجنوب كردفان تناولت الوضع الراهن في البلاد. وقال عضو الحرية والتغيير معاوية حامد شداد في تصريحات للأجهزة الإعلامية إنهم سيقومون على احتياجات وتطلعات المواطنين، مؤكدا على أهمية وحدة أهل السودان والعبور بالثورة إلى مقاصدها النهائية. وثمن دور الولايات في نجاح الثورة والتي أزالت نظاما جثم على صدر أهل السودان سنين عددة مارس الظلم والتهميش خاصة في المناطق البعيدة.